قصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كثكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغازو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد شكرا 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 إذن أحبائي ربي يوفقكم إن شاء الله في الامتحانات وإن شاء الله تكونوا من الناجحين إن شاء الله تحبوا الدراسة ولكن تحبوا العطلة تانية كاين واحد الأغنية دارها عمو يزيد تتغنى بالعطلة هي مازالش فيها العطلة ولكن نتغنوا بها دركا نقولوا فيها ولكن ما كانش عطلة إلا بعد جهد ونتائج جميلة يا أخي أحبائي لازم تقرأوا مليح باش تقضيوا عطلة جميلة عمو يزيد يقول بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة تغنوا معايا العطلة يلا نغنوا كمان مع بعض العطلة بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة وها نحن اليوم في عطلة جاءت العطلة جاءت العطلة فبها نحن مسرورين جاءت العطلة وكم بنجاحنا فرحانين بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة نمرح ساعات طويلة نمضي أوقات سعيدة نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة نمرح ساعات طويلة نمضي أوقات سعيدة نمضي أوقات سعيدة جاءت العطلة جاءت العطلة فبها نحن مسرورين جاءت العطلة وكم بنجاحنا فرحانين بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة أساعد أبوي في البيت أسافر أرسم أقرأ كتبا أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهوا اللعبة أساعد أبوي في البيت أسافر أرسم أقرأ كتبا أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهوا اللعبة لا أمضيه لهوا اللعبة جاءت العطلة جاءت العطلة فبها نحن مسرورين جاءت العطلة وكم بنجاحنا فرحانين بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة شكرا 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 أحبائي شكرا تحبوا العطلة إذن العطلة ولكن العطلة تكون بعد الجد يا اخي احبائي شكون يقدر يقول لي ولكن في مكانكم اللي يتحرك ما يقدرش يجاوب تقعدوا في مكانكم حنا نجو نعلتكم يا اخي
شكون يقدر يقول لي وقتاش الجزائر استقلت في 5 جويلية 1962 يا أخي؟ ولكن قبيل الاستقلال، قبيل الاستقلال كان يوم مهم، يوم مهم بضعة أشهر من قبل الاستقلال تم فيه وقف إطلاق النار، حنا نسموه عيد كذا. أي تاريخ واسمه هذا العيد؟ أنا نجي لعندكم، قعدوا في مكانكم. واسمك ولدي؟ حسين عبد اللوي. حسين، شحال في عمرك حسين؟ 10 سنين. 10 سنين، واسمه هذا العيد؟ عيد؟ أي تاريخ؟ 5 جويل. لا 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 لا، قبيل، قبيل الاستقلال، قبيل الاستقلال، تعرفي؟ تعالي روحي وحدك هنا، تعالي. واسمك بنتي؟ ياسمين. ياسمين، شحال في عمرك ياسمين؟ 5 سنين. 5 سنين، وقتاش هذا التاريخ؟ 19. لا لا ماشي 19 ديسمبر، هذا التاريخ شكون اللي يعرفوه؟ عيد اسنو غير بالعقل، بالعقل. واسمك ولدي؟ صلاح. صلاح، شحال في عمرك صلاح؟ 9 سنين. الله يبارك، تقرا مليح؟ وي. واسمه هذا عيد وفي اي تاريخ؟ 19 مارس. عيد؟ عيد عيد النصر. عيد النصر، تعال صلاح، تعال خلوه يفوت صلاح، تعال وليدي. إذن عيد النصر، عيد النصر يوم 19 مارس. برافو برافو صلاح، تعال تعال تعال، أعطيه الهدية تاعو، أعطيه الهدية تاعو صلاح. أروح صلاح رايح الهدية، روح العمو يزيد. دورك ذا الكاميرا صلاح، هاي الهدية تاعك. إذن صلاح، شركة شيبس مهبول راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل، يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفاد بها. وي وي، واش يقولوك؟ يعطوهم حاجة الناس؟ نعم. واش يقولوا؟ إن شاء الله. إن شاء الله، واش يقولوا؟ صلاح واش يقولوا؟ شكرا. شكرا، العفو العفو وليدي صلاح. إذا بالتوفيق، سنة ما قلتناش تقرا مليح؟ نعم. شحال جبت معدل؟ 8.27. واو، الله يبارك الله يبارك. إذا صلاح ولدي مبروك عليك، بالتوفيق. تفضل ولدي، تفضل تفضل. إذا عيد النصر يوم 19 مارس تم وقف إطلاق النار. أحبائي، مادام تكلمنا على عيد النصر، عمو يزيد دلكم أغنية على علم الجزائر. علم الجزائر أحبائي، العالم تاعنا وحدة الوطن وقاحت شي هذا فوق كل اعتبار. لازم نحبوا الوطن تاعنا ونحبوا علمنا. أي صفحة علم الجزائر؟ 29، صفحة 29. علم الجزائر يا رفيع الشأن، أشرف ورفرف زاهي الألوان، في حلة من لؤلؤ وزبرجد مواشية في هلالك المرجان. أحبائي تغنوا كامل معايا، علم الجزائر يا رفيع الشأن، أشرف ورفرف زاهي الألوان، يلا معايا. عالم الجزائر يا رفيع الشأن، أشرف ورفرف زاهي الألوان. عالم الجزائر يا رفيع الشأن، أشرف ورفرف زاهي الألوان، في حلة من لؤلؤ وزبرجد مواشية، في حلة من لؤلؤ وزبرجد مواشية، في هلالك المرجان، فوق الإدارة الشوابخ للعلا، وعلى قلاع جندنا الشجعان تشعل الكواكب لامعاً متلألئة، وعلى الصخور ذاته العقبان يضوء بصيرتي ونور بصيرتي، يا عز نفسي وهوى وجداني، لو سخرن لك الجوارح كلها ولخدمنك خدمة العبدان. علم الجزائر، علم الجزائر، علم الجزائر.
برافو برافو، علم الجزائر يا رفيع الشأن، علم الجزائر علمنا ونحبوه ونحبو بلادنا. أحبائي، شكون يقدر يقول لي ما عندهاش بزاف من اللي فاتت؟ يوم 27 نوفمبر، 27 نوفمبر هي ذكرى ماذا؟ ذكرى مهمة، ذكرى مهمة. يوم 27 نوفمبر، سنشوفوا الشاطرة هذه. واسمك بنتي؟ لبنى. لبنى، شحال في عمرك لبنى؟ 11 سنة. تقرأي مليح؟ نعم. الله يبارك. 27 نوفمبر ذكرى المولد النبوي الشريف. لا لا، هذا العام المولد طاح في 20 نوفمبر، والمولد لا يوافق السنة الميلادية، يتغير. شكون اللي يعرفها؟ نروحوا ملهي، نروحوا ملهي، خلوني نهضر مع الشاطرة هذه. واسمك بنتي؟ خلود. خلود، شحال في عمرك خلود؟ 10 سنين. الله يبارك، تقراي مليح؟ نعم. ذكرى؟ عاشوراء. عاشوراء، لا لا أحبائي، أحبائي ما هوش عيد ديني، 27 نوفمبر. واسمك بنتي؟ خديجة. خديجة، شحال في عمرك خديجة؟ 9 سنين. 9 سنين، ذكرى؟ عيد الشهداء، ذكرى ولادة الشهداء. لا 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 لا، يوم الشهيد، يوم الشهيد مشي 27 نوفمبر. واسمك بنتي؟ أم الخير. أم الخير، شحال في عمرك أم الخير؟ 10 سنين. قرأي مليح؟ إيه. الله يبارك. ذكرى؟ استقلال. لا لا، ذكرى الاستقلال 5 جويلية، 27 نوفمبر. عود عيط لي، عود، واش قلت لي؟ يا ابني يا ابني، واسمك ولدي؟ اسمي عبد القادر. عبد القادر، شحال في عمرك عبد القادر؟ عمري 18. معليش معليش معليش، شكون يقرا معاه عبد القادر؟ شكون يقرا معاه؟ تقرا معاه؟ طويشي، طويشي عبد القادر، دير طويش في القسم يا اخي، يدير طويش ويقرا مليح ولا شويه؟ شويه، بصح كان يحبس طويش ولا يقرا مليح؟ لا لا، لازم تحبس طويش شويه عبد القادر، احنا ماذا بينا تنجح وتقرا يا اخي. شحال في عمرك؟ عمري 14. الله يبارك. 27 نوفمبر ذكرى الاستقلال. لا 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 لا، شكون يعرفها؟ قريب، ولكن خصك كلمة. استناو استناو نشوفو، استناو نشوفو الشاطرة هذه. دقيقة سامحوني. إذن بنتي واسمك؟ خلوها تقرب لعندي شوية، سامحيني بنتي. واسمك بنتي؟ رشيدة. رشيدة، شحال في عمرك رشيدة؟ 11. 11 يوم؟ سنة. سنة، عبالي 11 شهر. رشيدة تقرأي مليح بنتي؟ نعم. إذن 27 نوفمبر هو ذكرى مقاومة الشهيد عبد القادر. هذا اللي لا 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 لا، اللي عطالك الجواب يخصك زوج كلمات، فيها عبد القادر وفيها ولكن. هو يجاوب، شكون اللي يجاوب؟ اسمع، لا لا، قعدوا في اماكنكم، ولكن ارجعوا لاماكنكم. لازم ترجع لمكانك، انا نجي لعندكم. تعال تعال. واسمك ولدي؟ مراد فرج. شحال في عمرك؟ 10. 10 ايام؟ سنة. سنة، اوكي. 27 نوفمبر ذكرى حادث المروحة. لا 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 وليدي، تعال تعال، روح هنا باش نشوفوك كامل. واسمك؟ مبايعة أميرة. واسمك مبايعة؟ واسمك؟ نور الدين بن دلال. نور الدين، الله يبارك، شحال في عمرك نور الدين؟ 13. 13 سنة. 13 سنة، تقرا مليح؟ نعم. أي سنة تدرس؟ 7. هي ذكرى مبايعة أمير عبد القادر. برافو، تعال 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 تعال، تصفيق عليه تصفيق عليه تصفيق عليه.
تعال تعال ولدي تعال. إذن أحبائي هروح منا باش نشوفوا كامل. 27 نوفمبر هي ذكرى مبايعة أمير عبد القادر. ذكرى مبايعة الأمير عبد القادر يا أحبائي. شكون يقدر يقول لي كانت البايعة الأولى؟ هل كانت البايعة الأولى هذه؟ أدر هل كانت البايعة الأولى؟ لا. نعم نعم. نهبطوها مالا؟ نهبطوه ولا خلوه؟ جاوب ما فيه الكفاية. ولكن معليش هي ما كانتش البايعة الأولى ولكن كانت البايعة الثانية. كانت البايعة الثانية للأمير عبد القادر في 27 نوفمبر. أعطي الهدية تاعو. أعطي لي. إذن ولدي رامي راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفاد بها. نعم شكرا. لا عفو لا عفو ولدي شاطر شاطر. الله يبارك الله يبارك. ولدنا شاطرين. أحبائي يا أخي أنتم تحبوا الاحترام. كاين أغنية دارها عمو يزيد تتغنى بالاحترام. أي صفحة الاحترام؟ أي صفحة؟ أي صفحة؟ يلا يلا اللي عندهم الكتب. شحال؟ 7. الاحترام صفحة 9. معليش الترقيم هذاك تاع الأغاني في السيدي. الأغنية رقم 7 ولكن في الكتيب رقم 9 صفحة 9. هذه الأغنية تتغنى دوك يعطوكم كتاب في الأخير. هذه الأغنية تتغنى بالاحترام صفحة 9. خلاص تغنوا معايا. إذن تغنوا كامل معايا. يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام صفحة 9. يلا معايا كامل صفحة 9. يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام يا ابني فمعنى في سنتنا والإسلام هيا وفر هذا صغير دين وصى وسنة وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا هيا وفر هذا صغير دين وصى وسنة وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام يا ابني فمعنى في سنتنا والإسلام لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا
من فيه أو تسمع منهم ردا. برافو 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 برافو. رسالة؟ أروح 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 أروح. تعال تعال تعال. واسمك ولدي؟ واسمك؟ علي.
اسمك علي، شحال في عمرك علي؟ شحال من سنة في عمرك؟ ست سنوات. ست سنوات، هذه رسالة لعمو يزيد. نعم. علي جاب لي رسالة راح نقراها قدامكم. قالك مرحبا عمو يزيد، نحن نحبك كثيرا ونتمنى لك النجاح والتألق في مشوارك المهني، ونشكرك على الحضور إلى بالليل وإبهاج أطفال ولاية الأغواط وبالليل خاصة. وبالليل خاصة. شكرا شكرا شكرا. إذا عمو يزيد يعتز بهذه الهدايا وهذه الرسائل الجميلة. شكرا وليدي، شكرا. تفضل تفضل، الله يخليك. عمو يزيد يحتفظ بهذه الرسالة الجميلة، احتفظوا بهذه الرسالة. أحبائي عمو يزيد يحبكم كامل، وكما كبرتوا بنا اليوم واستقبلتونا احنا تاني، ماذا بينا ان شاء الله لما تشوفوا هذا الحفل على التلفاز رايحين تفرحوا كما احنا فرحنا بلقائكم. عمو يزيد دالكم أغنية تتغنى بالألوان. أي صفحة ألواني؟ ألواني أي صفحة؟ شكون يقول لي ألواني أي صفحة؟ ألواني شحال؟ 19؟ لا لا، ألواني صفحة 11 يا أخي. أحبائي عندي علبة ألوان، ألواني وش يقول؟ أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كوردي البستان. إذا أحبائي تغنوا كامل معايا، عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، يلا معايا كامل. لا عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. ألون بالأصفر شمسا، بالأخضر ورق الأغصان، بالأحمر عنبا وتفاحا، بالأزرق ماء الخلجان. ألون بالأصفر شمسا، بالأخضر ورق الأغصان، بالأحمر عنبا وتفاحا، بالأزرق ماء الخلجان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. بالأسود توتا وزيتونا، والأبيض ثلج الوديان، أبدع بالألوان جمالا، تهتف أمي يا فنان. بالأسود توتا وزيتونا، والأبيض ثلج الوديان، أبدع بالألوان جمالا، تهتف أمي يا فنان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. برافو 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 برافو. كاين يوم عالمي مهم جدا فات غير كيما، ما عندوش بزاف، يوم 3 ديسمبر تعرفوه، هو اليوم العالمي لي ذوي الاحتياجات الخاصة. يا أخي تعرفوه لا جورني انترناسيونال دي زونديكابي، يوم 3 ديسمبر. شكون يقدر يقول لي وقتاش اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة؟ اليوم الوطني لا جورني ناسيونال يعني جزائرية لذوي الاحتياجات
الخاصة شكون يعرفها؟ شكون يعرفها؟ أسنى تشوف أنت اللي عندك. واسمك ولدي؟ رضوان. رضوان شحال في عمرك رضوان؟ 11 سنة. الله يبارك. وقتاش اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة؟ 14 مارس. واو تعال 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 تعال. واو 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 شاطرين شاطرين بزاف بزاف. ما خليتناش ما بنسيو مع الاخرين وكان با 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 باين شاطر باين باين. ولي ولدي واش مسنه تدرس؟ ثانيه متوسط. شحال جبت معدل؟ 19.30. واو 19.30. صفقوا لنا عليه من فضلكم صفقوا لنا عليه صفقوا لنا عليه. عمو يا خوها وانت تقرا مليح تاني؟ نعم. تقرا كيما خوك جبت معدل كبير هكذاك تاني؟ نعم. شحال جبت معدل؟ 8.62. 8.62 برافو برافو برافو. يقراو مليح يقراو مليح يقراو مليح شاطرين شاطرين. اعطيه الهديه تاعو. يوسف ولا رضوان؟ عندك جوج اسامي. يوسف رضوان يلا. يوسف رضوان شيبس مهبول راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل يعطيك هذه الهديه متواضعه ان شاء الله تستفاد بها. شكرا. العفو العفو تفضل وليدي تفضل تفضل تفضل. اذا احبائي اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصه هو يوم 14 مارس. على بالكم ذوي الاحتياجات الخاصه هي شريحه محتاجه مساعده محتاجه التفاته. يا اخي احبائي واش رايكم كاين اغنيه أحب الخير لكل الناس أي صفحة؟ أحب الخير لكل الناس صفحة 10. الأغنية تقول لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. يلا معايا كاملة صفحة 10. أني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. برافو. إن ليس لك بما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة.
وصلنا درك للحظة اللي ما يبغيهاش قاع عمو يزيد وما يحبهاش، هي لحظة الوداع. تغنوا كامل معايا أغنية نهاية الحصة، لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، قاع قاع قاع، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. كامل معايا، لا تحزنوا حان كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم أحببناكم، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع برافو. تغنوا كامل معايا، لا تحزنوا حن الوداع، يلا. تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. أشكر عمو يزيد كثيرا لأنه حضر في ولاية الفلاح. شكرا عمو يزيد اللي فرحتنا، ربي يفرحك. شكرا عمو يزيد على هذه الحفلة. أبشر عمو يزيد الأطفال بقدومه إلينا، وأتمنى لهم مشوار جيد وممتاز في حياته المهنية والعملية والعلمية. أنا أشكر عمو يزيد ولحضوره في بلدية بالليل. بسم الله الرحمن الرحيم، باسم المدينة الجديدة بالليل وباسم سكانها، نشكر طاقم عمو يزيد على هذه الزيارة التي كانت واضحة، أضافت بسمة وبهجة على وجوه وقلوب أبنائنا وأيضا أبائهم. طبعا نشكرهم ونتمنى التوفيق للطاقم، نتمنى له النجاح في المشوار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم عمو يزيد، أشكرك على هذا الحضور الكريم، أتمنى لك التوفيق والنجاح إن شاء الله، كما فرحت هذا الملائكة الذي في حضورك، أتمنى لك توفيق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر عمو يزيد على هذه الزيارة، ونشكره جدا، وكان جميلا في هذه الحفل، وأشكره جدا 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 في مدينة بالليل الجديد.